الراديو 90-90 هواها مصر. دي رسالة من السيدة ميرفت الطرابيش، أشكرك جدا جدا جدا. أيوة، ممكن ترسلينا على فيسبوك الراديو 90-90 ليلة في شارع الفن سمير صبري، وأنا ببقى سعيد جدا بآرائكم، لأن منها أنا بحاول ألاقي الحكايات اللي ممكن أنتوا تحبوها. وعايز أقول حاجة، الزمن الجميل أو زمن الفن الجميل مش هو بس زمن اللي من 50 سنة ومن 60 سنة، أنا بعتبر إن كل زمن الفن فيه جميل لو إحنا حسينا بالجمال واحترمنا جمال العصر اللي إحنا عايشين. ما أقدرش أنكر إن إحنا عايشين أيضا في عصر فيه فن جميل، فيه عطاء جميل من كوكبة كبيرة من نجوم الشباب اللي موجودين على الساحة، اللي يمكن بعد 30-40 سنة حيبقى فيه ناس زي حيقولوا يا سلام فين أيام شيرين عبد الوهاب وحمائي ودياب وكريم عبد العزيز وأحمد السقا والأخير، زي ما احنا بنقول أو بنتغنى بالعصر الحلو اللي احنا عشناه. خلينا نبقى متفائلين ونقول كل زمن فيه جماله لو احنا حسينا بالجمال ده واحترمنا الجمال ده. هاخدك بقى انا بتكلم برضو على السيدة ميرفت، الى سمراء النيل. فعلا انت سمعتيني في الراديو مع سمراء النيل اللي هي مديحة يسري. مديحة يسري يعني يسموها اسماء كثيرة جدا 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 جدا، ومعروف ان عباس العقاد كتب قصة سارة لمديحة يسري، وهي بقى دخولها الفن كانت قصة، ازاي دخلت الفن وازاي وقفت قدام محمد عبد الوهاب وغنى لها بلاش تبوسني في عينيا. انا مش هحكي بقى، هخلي مديحة يسري هي اللي تحكي لكم الحكاية. كنت عايز ادخل السينما. كان نفسك كده؟ كان نفسي كده. اه، وبعدين كان في ناس من أصحاب الأفلام كانوا في المعمل، وبعدين شافني محمد عبد الوهاب هو شخصيا. آه. قال لي لقيتك. قلت له أهلا وسهلا يا فندم. وطبعا كنت سعيدة جدا جدا. قال لي تقبلي تصوري معايا 5 دقايق؟ قلت له ده أنا مش أتشرف، ده أنا أموت نفسي عشان أظهر 5 دقايق مع حضرتك. وكانت من هنا البداية، بلاش تبوسني في عيني. غريبة قوي أن محمد عبد الوهاب هو معروف أنه دون جوان عصره، يعني ما حاولش أن هو يحب حضرتك أو يقولك بحبك أو ولا حاول ومش عايزة تقولي. أبدا أبدا أبدا، كل احترام. ودخلنا البلاتو للسوديو، قال لهم يا جماعة دي فلانة أول مرة هتمثل، محدش يجي ناحيتها بكلمة، واللي هي تطلبه يجي فورا من البوفيه اللي فوق. محمد عبد الوهاب معروف عنه أنه هو تزوج مرتين، ده اللي احنا عارفينه. يعني السيدة إقبال نصار أم أولاده الثلاث بنات والولدين، ثم السيدة نهلة القدسي اللي استمرت معاه إلى أواخر أيامه في التسعينيات. وكل زوجة من دول كان لها قصة مع عبد الوهاب. مديحة يسري أنا سألتها قلت لها الفرق إيه بين فلانة وفلانة، وانت كنت صديقة للاتنين، صديقة لإقبال نصار وصديقة لنهلة القدسي. فقالت طبعا طبعا، وكانوا حبايبي وحبايبي حبايبي من قلبي، يعني حب من قلبي. حضرتك صديقة العائلة، كنت يعني في البيت طبعاً عندهم يعني. طبعا طبعا، وفي البيت معاهم، وحتى لما بيبقى تعبان وفي السرير بدخل معاهم أقعد معاه. وكان يحب يسألني على كل حاجة، عرفني إن أنا صادقة وبقول الحقيقة دايما، ما بخبيش حاجة. والزعل بيقال قوي لما افترق عن إقبال نصار في الأول جدا، وألف لها الأغنية أنه فيهم دي بفكر في اللي نسيني ولا لا مش أنا اللي أبكي ولا حاجة كده يعني. أغنية إن أنا مش أنا اللي هرجع تاني. ودي كان فترة إنتاج عبد الوهاب فيها كان قليل، لحد ما حصل الانفصال بينه وبينها. ويقال إن بعد الانفصال استطاع إن هو يجد كلمات مناسبة عشان يغني لها لا مش أنا اللي أبكي لو جرى عليها.
إذن نقول إن الزوجة الأم الأولاد كانت مشغولة بأولادها، والزوجة التانية كانت متحمسة جدا لاستمرارية عبد الوهاب، إنه ينتج، إنه يقدم فن. إزاي؟ إزاي؟ إقبال نصر كانت بتقول إيه، أو هو بيقول لها إيه؟ يعني أنا نفسي يا إقبال إن إحنا الفيلا اللي في اسكندرية نروح نقعد كام يوم كده، يعني أتفرغ للموسيقى وأفكر في أغاني جديدة. لا 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 يا عبد، لا 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 أرجوك والولاد. طب عصمت وفتفت والولدين، لا معقولة أنا أسيبهم كده؟ معقولة؟ لا 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 أنا مش موافقة على كده أبدا، أنا مقدرش أسيب الولاد في موسم امتحانات، لا 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 لا. أما الزوجة التانية سيدة نهلة القدسي اللي طلقت من السفير الأردني الكبير، فكان لها رأي تاني مع عبد الوهاب، وكانت بتدلعه وتقوله يا بيبي. وحياتك يا بيبي، عشان خاطري يا بيبي نفسي أشم الهوا، ليه ما نروحش اسكندرية؟ عندنا مكان جميل على البحر. اخسى عليك يا بيبي، وبعدين حتى اللي ما كانتش بتروح معاك لهنا ولا هنا كتبت فيها أغاني ولحنتها لها، وقعدت كنت بتدلعها وتجيب منها أطفال وحاجات كده، وأنا لأ ليه؟ طبعا الأقل فسحني يا بيبي. وكان بيبي عبد الوهاب يسمع الكلام، واستطاع في الفترة دي انه يغمر السوق بأغاني لفايزة أحمد قدرت تهجر والوردة في يوم وليلة.